عمل في الميكرو. هذا خروج الإعلام الإم بي آر اللي كانت تدعم رئيس الجمهورية، كيفاش يعني تشوفوا أنتم هذا؟ شكون هي؟ الأفلان، كيفاش يشوف هذا التصريح الإعلامي تعليقه يعني؟ كيفاش تشوف أنه راه يقول شكون اللي؟ الإم بي آر حاجة شعبية جزائرية. عمارة بن يونس. واش قال؟ قال لي راكم تتهموا فيكم بممارسة سياسة الضغط على رئيس الجمهورية للترشح لعهدة خامسة. قالكم يعني خلوه وحده يقرر. والله العظيم شكرا. شوف انا في التربيه نتاعنا في الاداب نتاعنا من الافلان ومن بيبيا، كنت في البيبيا واني في الافلان، في الافلان ثقافه الافلان. ما نجاوبش على هذا الكلام، هذا اللي يتكلم يتكلم على راسه، ما نجاوبش. عندي خطه، عندي مخطط، عندي برنامج مع إخوان وأخوات للمستقبل. الشيء اللي يقال هنا ولا هناك لسان ما في عظم. إلا بقينا نجاوبك وتجاوبني حساب العجائزات. قلت لك ما قلت لي. أنا عندي برنامج رئيس الجمهورية احنا نحضروا فيه مع أحزاب ومنظمات مسؤولة ومع الجماهير. الشيء الآخر ما نجاوبش عليه، ما عندي اي جواب.